رضوى في فرق 9 سنين من فيلم دادا دودي 2008، قبله انت طلعتي في عريس من جهة أمنية. رضوى وهي صغيرة قوي في آخر فيلم عريس من جهة أمنية، بعد ما الأب الأستاذ عادل إمام رضخ لجوازة بنته وشريف منير وبيخلفوا الكتكوتة الجميلة دي، وكمان بيجي واحد عايز ياخدها تاني من عادل إمام، يعني من جدها عايز تاني ياخدها بيبي صغير، مش كده المشهد كان؟ وبيجيبوا العيال، بيجيبوا سواطير وبيجوا جري ولا سيوف مش كده؟ عشان يضربوه جده وياخدوني منه بس. أبو النبي لا، لازم تشوف المشهد ده، بحبه جدا. كان كل ده بقى مفيش بقى لا البيوت ولا البتاع ولا يلا عايز ايه؟ يلا امشي من هنا. المكان ده كله كان فاضي. كان فاضي وكانوا اتحايلوا بقى علينا ناخد يلا نمشي من هنا. كان متر بكام تقريبا؟ ده كان ب2 جنيه المتر. يا امشي من هنا اديك في وشك. بس بقى ما كانش حد يقدر يبني هنا اي حاجه. بعد كده فات كام سنة بقى عشان تعملي الدادا دودي؟ كان بقى عندك كام سنة؟ مش فاكرة بالظبط، بس حوالي 4 سنين أو قولي 5 سنين. من طب أنت عندك كام دلوقتي؟ من 9 سنين تقريبا، 2008 8 سنين. يعني سنك دلوقتي ناقص 8 سنين. أنا عندي 16. 8 سنين، يا نهار اسود. 8. ده احنا ضايعين في الحساب. 8 8. طيب 8 سنين، كان عندي 8 سنين في الدادا دودي.